شو بتعملي؟ عم بحفر باذنجاني وريضة، ما بشوفك إلا نازلة حفر. نعديتي من شفايفي؟ أمي أنا ما بطيقه للباذنجان، ما بطيقه. الشفايف بحبه يقدر قلبي، ما ساوي له إياه يعني. أيوة، وأنتي عم تردي عليه؟ جوزي بيسعد حبي. لا تخليه يتحكم فيك. أمي ما عم يتحكم فيني، بس أكيد بحبها، ما ساوي له إياها. ليش ما بيسألك شو بتحبي أنتي؟ أنا مو فارقة معي. لك تروحي يقتل الرجال مثل الولد الصغير. قال جوزي على ما عودته وابني على ما ربيته، لازم تعلمي انه اوامره مو مطاعة. كمان خليه يعرف انه انت الك شخصيتك ورأيك ولك كلمة يا حوبة. خلاص بكرة بقول له حبيبي بلا الباذنجان اليوم، شو رأيك؟ بكرة كان شو بدي اعمل؟ حطيلي من ايدك لشو؟ غفرته. مو مشكلة. شو بدي اعمل؟ شو اكتر اكلة بيكرهها؟ برغل البندورة. بخيله ياها. بسعى احسن، بس بيفهم انه انت مو لعبه بايده. واذا سالني ليش ما طبخت له باذنجان؟ قولي له هيك، انت اخو كيفي حيوانه. زهرة شو ممكن يلا تفيد لهون ومتخبي بغزالة؟ بقول له راحت. ايه بقول له راحت. في فيران رح يمرق القطار ويدعسك. ميا انا. شو بدك؟ افتح. ليه؟ افتح. اهلين عم. اهلين، وين مرتك؟ مرتي زهرة راحت مشوار. لوين؟ ما قالت لي. بالعاده هي ما بتقلي. اختو شو هالرجال هذي اللي مرته بتطلع مشوار بدون ما يعرف لوين؟ انا وزهره متفاهمين عمي، بس ترجع رح ربي لك اياها. ما في داعي. لا في داعي، ما بيصير المره تطلع بدون ما تخبر جوزها. اي مو مشكله، انا مالي زعلان. لا مشكله، بنتي وانا بدي ربيها. إيه بنتك مرتي مثل اجري، وانت كمان بدك ترباي. حاضر عمي. شو الموضوع؟ قلي شو بدك. بتعرف وين بيت اختي؟ بعرف. نطلع عندها الا اخوكي ممدوح بده الشريط. يا بتكون نايمه هلا. مثل اجري فيقها. شو شريط؟ شو مسجل عليه يعني؟ شو في بقلبه؟ اغاني. هي 20 شريط عندك عمي، نقي اللي بدك اياه وخذه. ما بيعجبني غير هالشريط هذا، يلا بلا مضيعة وقت. بروح. مثل اجري. افتحها. ما راح افتحها. عمي بدك تطلع لبرا. أنا قدامك لا بقدر أشلع ولا بقدر أفتح.